نتما ننسى انه الوقت عم بيدهمنا وانه نحن ببرنامج اسمه عيون بيروت، ولو قلت لنا انه الساعه 4:30 او 3:30 قبل لما وصلت على الاستوديو قلت لنا غريب بالنسبه لي انا بهالوقت بيكون بدي لانطلق. بدنا نسمع عيناكي بالحيح من كثير من الموجودين داخل الاستوديو، انا اكيد من المشاهدين. أوكي. خلينا نختار جزء ماذا أعطيك أجيبيني، ماذا أعطيك أجيبيني، قلقي إلحادي غثياني، قلقي إلحادي غثياني. أنا ألف أحبك فابتعدي عني عن ناري ودخاني، أنا ألف أحبك فابتعدي عني عن ناري ودخاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني، أنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني، أنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. الله يا خالد، الله إن شاء الله سامحوني بلعوا. إن شاء الله بتملك كل أفراح تسلم. الدنيا كمان أهلا وسهلا فيك خالد تسلم. الشيخ بالفعل كانت ختامة مسك بحلقتنا لليوم، على أمل لقائك مجددا إذا أمرك. شكرا لك، ستبقى خالدا بأعمالك، كل التوفيق لك خالد الشيخ، ومنشكر كل يلي رافقونا بثلاثة صحة، كان ثلاثة غير شكل لأن الفن النظيف كمان بيطفي علينا صحة. بكرة حلقة جديدة.